السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. جالاكسي الولايات المتحدة الامريكية ميغيل انخيل ارميرون، توغل على مشارف منطقة الجزاء، عملية تحضير، تدخل من مرابط، ارتباك يظهر الان جانب ناصر لحكيم الزياش، انطلق حكيم تسديدة من جانب حكيم مفتح زاوية عن المنفذ سدد، لكن تصدي من جانب دفاع منتخب الباراغواي، ضغط مغربي يقوده الان حكيم زياش، كرة بينية طويلة امامي، تابع عادة هذه اللقطة عملية التحضير، محاولة استغلالها من طرف ميغيل انخيل ارميرون ببرايتون الانجليزي. تحدثت عن هذا اللاعب، قلت كلاعب مميز بالنسبه للوطني المغربي، يتوفر على نجوم الاسماء، يعني ستكون محك حقيقي لمنتخب الباراغواي، وبذلك كان يجب المباراه باسلحه هجوميه يقودها حكيم زياش، واليوم الى جانب سوفيا موفال وريان ماي، كذلك الى جانب الدعم الباراغواي. ركن الركنيه الثانيه تنفذ عبر القائم الثاني، تدخل من هناك مخالفة يشير الحكم، هذه فرصة خطيرة لمنتخب الباراغواي من وسط الرمية لمنتخب الباراغواي، أشرف داري في التغطية الدفاعية، أوي أوناحي نصير، نقلات قصيرة جميلة من جانب عناصر منتخب الوطني المغربي، الخطأ لفائدة ريان ماي، هنا عملية مسك واضحة من جانب دفاع، وبقية المجموعة لاستغلال الكرة الثابتة للمنتخب، هذه عرضية فرصة خطيرة لكن المتابعة من الحارس، وكذلك ضربات الأخطاء، تعود الدفاع للحارس بونو من جانب ياسين، طويلة أمامية بسرعة، كرة لسفيان مرابط، حكيم زياش للخلف للدفاع عبر أشرف داري، مقطوع الكرة من ميغيل انخيل حداري من هذه الهجمة لمنتخب الباراغواي، التوغل من الطرف الأيسر، حداري وتسديدة خوليو سيزار، تسديدة لم تكن بشكل قوي، هنا لاحظوا الضغط اللي كان من جانب من حكيم زياد، ثم بعد ذلك بقية الأسماء، البحث عن الفجوة على المنفذ بالنسبة لعناصر منتخب الباراغواي، تسديدة لحسن حدين من مرابط لأشرف حكيمي إلى جانب حكيم زياش، يضطر يرجع الكرة لوسط الميدان من مرابط لي أوناحي، خدوات أوناحي، فرصة المغربية، تحضير البحث عن لمسات حكيم زياش من الناشية اليسرى، ينتظر صعود أشرف حكيمي، هذه تسدد من جانب أشرف حكيمي، حكيم زياش مرة أخرى، الانطلاق من امين حارث، امين فرصه مغربيه، كره بينيه، لاحظوا تكتل دفاعي واضح من جانب، راجع للخلف، محاوله غلق المنافذ امام عناصر المنتخب الوطني المغربي التي تبحث عن الحلول الهجوميه الغيبيه من جانب عناصر النخبه الوطنيه، بنوع من يمكن ان نقول من الجماليه حينما يتعلق الامر بالتمرير، طريقه جميله، تجاوز سفيان مرابط، هنا عملية تحضير منتخب الباراغواي خلال الرسم التكتيكي، ملاحظ 4-4-2، يغلق المنافذ، يحاول ممكن كل من أشرف حكيمي وزياش على مصفر ونصير مزراوي على مستوى الطرف الأيسر، يعلمون بأطراف مشات من وسط الميدان، خوليو سيزار، خوليو لعب جيد، خوليو وراوغ من جانب خوليو جانب البدني، نعمل لا يؤثر بشكل كبير على منتخب، كرة من دفاع منتخب الباراغواي من الطرف الأيسر، بناء من غانم سايس، تمرير الكرة للجهة اليمنى نصير مزراوي، بوفيل حضر لنصير، الانطلاق من نصير مزراوي يبحث عن العرضية، كرة مغربية والتغطية الدفاعية لعناصر من الوسط، ميغيل انخيل ارميرون يوصل الكرة لخيليو سيزار يبحث عن التسديد، خيار قوي من الخيارات المطروحة بقوة،
هو التسديد من خارج منطقة الجزاء، تمرير الكرة لأشرف حكيمي من حكيم زياش لخلف من جديد الدفاع أشرف داري غاب رمان لعز الدين ولاحي، ينطلق عز الدين يمرر لحكيم زياش، زياش يبحث عن الأسيس يبحث عن اللمسة هنا لأمين حارث، أمين انطلق أمين مرر أمين حكيم زياش من زياد الكرة البينية بطريقة شميلة توغل فرصة خطيرة وكرة لأمين حارث ربما أقول من مكان مناسب، التسديدة لم تكن مؤطرة من جانب أمين حارث الذي كان بإمكانه أن يسجل هدف الأول في شباك منتخب الباراغواي. إبعاد من غوستافو ميغيل أنخيل ألميرون عدوري ضغط عليه أشرف داري ثم عدوري صحيح تبقى أفضلية مغربية واضحة على مستوى نسبة الاستحواذ بعد الفرص، لكن ننتظر الأفضل ننتظر المزيد ننتظر النجاح الهجومي. بوفيل بالفعل يطالب بخطأ، وليد الركراكي حديث بينه وبين من خلال هذا التدخل تخوف واضح مرتبط يستغل هذه الكرة وتسديد الكرة من جينيور عمر سدد الكرة تمر جانبا عن مرمى الحارس ياسين بلاحي، يفتح اللاعب من الجهة اليمنى تصل الكرة لأشرف حكيمي، حكيم زياش أشرف حكيمي شات أمامية فرصة مغربية توغل فيها الخطورة وفي الخطورة دائما للمنتخب الوطني، يسدد بوفال أمام الارتباك من منتخب لرفع النسق للبحث عن الهدف، بوفال بشات أمامية تيكي تاكا مغربية مطالبة بركلة جزاء كل تعود حكيم زياش ضغط مغربي الآن حكيم الانطلاق من أشرف حكيمي عرضية البحث عن الضربة الرأسية مغربية وركلة جهة اليسرى تصل لسفيان بوفيل، بوفيل انطلاق من بوفيل فرصة تسدد جميلة جميلة الهجمة تحول سريع جميل جدا بالنسبة للخط الدفاع مرورا من وسط الميدان ثم هنا عبر الهجوم سفيان وصل الكرة لحكيم زياش انطلاق من حكيم حتى على التسديدة رائع مرمى منتخب الباراغواي، يلا شباب فرصة من جديد جميلة من حكيم زياش، برافو يا حكيم تبالي يا جماهير وهي تتابع بعض الإبداعات الجميلة من طرف حكيم زياش، يبقى برزها هو هذه اللقطة الرائعة كرة تسديدة مقوصة كرة يردها القائم الأيمن لمرمى الحارس أنطوني، منتخب الوطني المغربي يتحرك لاحظوا ردة الفعل من طرف في أمل زيارة شباك منتخب الباراغواي في هذا الشوط الثاني. هنا السلام من الأشياء يعود أشرف، لاحظوا الضغط من أشرف حكيمي، لاحظوا يعني تجربة مدافع مميز، هنا اللمسة هنا التوغل من حارث فرصة خطيرة جول، لا يرفض بداعة التسلل للأسف الحكم يرفض بداعة التسلل، جمالية هذا البناء الهجومي يمكن أن نقول من خلال التمريرات القصيرة سيكون مهم جدا، هنا التقدم الفعل كان واضح بالنسبة لحكيم زياش، هدف مرفوض من الكرة للتابس، هدف لو سجل المنتخب الوطني هدف قد نتابع هدف أخرى، هدف سيفتح الشهية، هنا محاولة تسديدة جميلة من ولاحي رائعة من عز الدين ولاحي على مستوى أساليب اللعب بالنسبة للمنتخب الوطني، لاحظوا هذه جميلة رائعة اللقطة من نصير المسألة الثانية، لكن ينقص الأداء سينما تصفيقات الجماهير الحاضرة، الباراغواي على خلاف الشوط الأول الجولة الثانية أداء أفضل، وبذلك قلنا كلما رفع المنتخب الباراغواي النسق كلما سيترك الفرصة المناسبة للمنتخب الوطني المغربي لفرض أسلوبه بعيدا عن الزياش من الجهة اليمنى، انطلاقة مغربية تغطية دفاعية من جانب عناصر ودوران مخالفة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، نصل لحدود تقريبا دقة 69 نتيجة متعادلة 0-0 ولا دقة متقدم، افتكاك من الجهة اليسرى من صاحب النسبة لمنتخب الباراغواي ميغيل أنخيل عرضية في الخطوط الثاني من المنتخبين معا منتخب الوطني وكذلك منتخب مساحة ينطلق هناك صابيري فرصة مغربية هل يحضر الهدف في الخطورة لا 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 لا
تسلل يشير الحكم خيسوس ماريال في تنفيذ هذه الكرة حدود الدقيقة 73 تلعب عبر القيم الأول مصراوي في التغطية هنا للدعم المسندة يأتي عبر بقية فائدة أشرف داري متابع إعادة تنفيذ التماس كرة المرفوعة هنا والخطأ الذي ارتكب من جانب لاعب منتخب بوفال يونس بلاندا يمر للجهة اليسرى بعد عن العرضية كرة خطيرة مغربية كانت في اتجاه يونس بلاندا الرائع نصير مزراوي يتدخل أشرف داري إبعاد من جانب المدافع الأوسط داري السعيد عبد الصمد الزلزولي للدخول بعد نصير مزراوي غانم السيس أشرف داري